مصر الكنانة في أعناقنا أمانة، يا رب احفظ مصر وجيشها وشعبها وشرطتها الباسلة ورئيسها من كل شر وسوء ومكروه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الحياة والناس. عندنا ملف مهم جدا هنناقشه النهاردة، وهو البرلمان الأوروبي. هل البرلمان الأوروبي أول مرة يتكلم فيها عن مصر؟ البرلمان الأوروبي عايز إيه أصلا من مصر؟ والبرلمان الأوروبي يعني إيه هدفه في دخوله في شأن مصر وفي شأن القضاء المصري؟ هل قرارات وتصريحات البرلمان الأوروبي ملزمة لينا؟ هل كلامه بيزود أو بينقص؟ هل كلمات البرلمان الأوروبي وموضوعاته المثيرة للجدل حول مصر وحقوق الإنسان في مصر والكلام ده هيرجع الإخوان تاني؟ هل البرلمان الأوروبي وحده بس هو اللي بيتكلم؟ لا، في برلمانات كتير بتتكلم من 40 سنة. حصل حاجة؟ غيروا حاجة؟ عادوا الإخوان؟ أبدا، ولا أي كلام من اللي بيقال لأي لازمة. مصر هتفضل مصر بجيشها وبرئيسها وبقيادتها الحكيمة. طب هم مين أعضاء البرلمان الأوروبي؟ هم عايزين مننا إيه أصلا؟ هيكون معانا النهاردة المهندس عبد الصمد سليمان، الباحث في الشؤون العربية والدولية، والمستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي والاستراتيجي، وعضو لجنة الاتصال السياسي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات. هنناقش كافة هذه الموضوعات ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا أرحب بضيوفي وضيوفكم اللي شرفونا داخل استوديو قناة الصحة والجمال الفضائية. برحب من على يميني الأول المستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي والاستراتيجي وعضو لجنة الاتصال السياسي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وهنرحب بالقامة الكبيرة المهندس عبد الصمد سليمان، الباحث في الشؤون العربية والدولية. مرحبا بك يا أهلا بك وبالسادة المشاهدين، وربنا يبعد عن مصر والعروبة والإنسانية بالكامل الوباء والبلاء. اللهم أمين. طبعا هل توصيات البرلمان الأوروبي ملزمة لمصر، وهل ملزمة للدول الأوروبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع البرلمان الأوروبي وغيره من تسلط على مصر وعلى المنطقة العربية، وكأنهم بيديروا شؤوننا، وكأنهم لا يعلموا قيمة مصر والشعب المصري، وكأنهم لا يعلموا أن بمصر دستور يضاهي أعظم دساتير الدول الديمقراطية. الموضوع ده خد وقت كتير، وإحنا مفروض ما ندروش أكبر من حجمه، لأن البرلمان الأوروبي عموما ما بيمثلش الاتحاد الأوروبي. لو شفت تكوينه
لو شفت تكوين البرلمان الأوروبي هتلاقيه هو مكون من 685 عضو من اليسار، أغلبهم من اليساريين وأغلبهم من الخضر، ورئيسه إيطالي. هذا الرئيس الإيطالي متأثر بموضوع روجيني والحدث اللي هو المعروف ده، فبالتالي كان فيه افتراء ورعونة وتعدي على حقوق مصر والمصريين، وكل واحد عايز يقول كلمة. ولكن في ناس كتير على فكرة امتنعت عن التصويت، وان البرلمان ده يعني لا يمثل. الرئيس كان في فرنسا من كام يوم، وبتربطنا علاقات بفرنسا جيدة جدا، بتربطنا علاقات بألمانيا جيدة جدا. يعني اللي تقدر تفهمه ان فيه اتهام، فيه شوية احنا جايين في وقت كده النهاردة كده اساسها مشاكل في شرق المتوسط، الدور المصري في شرق المتوسط، الدور المصري الحارس القوي في شرق المتوسط. فبالتالي إيطاليا بتلعب دور مش مظبوط في شرق المتوسط بالاتفاق طبعا مع تركيا. فتعاملت الحدوته دي حدوته زي ازاي نتكلم في حقوق الانسان، وازاي نتكلم في الاتهامات اللي هي كم من جرائم ترتكب، وكم من جرائم ارتكبت في العالم باسم حقوق الانسان، وكم من اطفال ماتت على الشواطئ، وكم من اطفال غرقى، وكم من شعوب تمزقت. واللي بيحصل حوالينا ده انا مش عارف اسميه ايه. يعني الناس اللي هي عايزه تسمع عن حقوق الانسان، الناس اللي عايزه تسمع عن الحريات، وتشوف النتائج اللي كانوا عايزينها في الديمقراطيه المزيفه، كلها كلمات حق المراد ومنها باطل. انا عايز بس اشوف العالم كله حصل له ايه. كل الدول، العراق فين؟ ليبيا فين؟ سوريا فين؟ اليمن فين؟ كل الدول دي، كل الغرب نفسه اللي شرد الاطفال، الغرب نفسه اللي شرد اللي بوظ ليبيا وضرب ورقصوا على جثث الموتى في ليبيا. فتيجي تكلمني النهارده عن البرلمان الاوروبي اللي هو لا يمثل المفوضيه الاوروبيه، اللي قالوا عن يعني انا بس عايز اقول الحته دي، ان قالوا عن القرار ده ان هذا القرار اسيء واصيغ باساءه بالغه، وان ما نحتاجه من مصر أكبر مما تحتاجه مصر من الاتحاد الأوروبي. يعني بالمعنى كده كلام البرلمان الأوروبي لا بيودي ولا بيجيب البلد. لا، هم حتى ما يقولك هنمنع المعونة، هنمنع الدعم. طب الدعم الأوروبي بكام؟ دعم البرلمان الأوروبي لنا بكام؟ 100 مليون، منهم 100 مليون دولار، منهم 40 مليون للخبراء بتاعتهم اللي بيشتغلوا عندنا، يبقى هم بيتكلموا في 60 مليون. ال 60 مليون ده لما يجي يقولك أنا هديك معونة مشروطة بحقوق الإنسان، يا أخي والله العظيم أنا عندي دين وديانات كفيلة بحقوق الإنسان أحسن من كل أوروبا بكامل، وأحسن من الاتحاد الأوروبي بكامل. صحيح. وإحنا بنحافظ على مواطنينا وبنحافظ على إنسانيتنا. ولو تلاحظ وأنا بدعي في بداية حديثي بقول اللهم أبعد عنا الوباء والبلاء، وأبعد عن مين؟ عن مصر والعوبة وعن الإنسانية. فإحنا أحرص بالدفاع عن الإنسان وحقوق الإنسان. المستشار أشرف حليم مليك، البرلمان الأوروبي أول مرة يتكلم على مصر؟ هو دائم الكلام، وهو ما بيمثلش، يعني ما بيمثلش الاتحاد الأوروبي في حد ذاته، هو بيتكلم عن نفسه. إنما لو جينا بصينا للاتحاد الأوروبي، العلاقات بين مصر ما بين الاتحاد الأوروبي علاقات طيبة جدا. يعني احنا عندنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ألمانيا، فرنسا، قبرص، اليونان. لما نيجي نبص لآخر دولتين اللي هي قبرص واليونان، بالنسبة للمناورات اللي كان عملها الرئيس السيسي بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط، ما بيضم الدول دي بيننا ما بينها علاقات طيبة. التنقيب بالنسبة للغاز ما بيضم الدول دي، هو لا يمثل الرأي بتاعه كاتحاد أوروبي، وبيمثل رأيه هو فقط لا غير. وفي برلمانات أخرى كانت منذ 40 يعني سنة ولا ودوا ولا جابوا ولا أصروا. وإذا كان اعتمد بالنسبة للرأي بتاعه اعتمد على منظمات مأجورة ومشبوهة،
يعني ما اعتمدش على تقرير تفصيلي بالنسبه بالنسبه لمصر. انت شفت ايه حقوق الانسان في مصر علشان انت تتكلم بالكلام ده. حقوق الانسان في مصر تعتبر على اعلى مستوى بالذات في فتره الرئيس السيسي. النهارده احنا يعني كحقوق انسان طورها بالنسبه لكل شيء. تعال اتفرج النهارده عشوائيات اتبنت على اعلى مستوى. كان زمان بالنسبه لحقوق الانسان كفرض بالنسبه وأكثر للدوله من 25 مشروع قومي، يعني حصيله انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الست سنوات بالنسبه للست سنوات سنوات اللي فاتت. احنا كان عندنا ناس لما وظف تعبير كانوا ساكنين بالنسبه للعشوائيات دي على المصارف والترع. النهارده عمل لهم عماير كامله نهض بيهم. يعتبر ان هو ده كان بيدي الشقق بالعفش بتاعها بحاجتها. حصل. يبقى النهارده البرلمان لما بيجي يجرح بالنسبه لمصر، انت فين تقريرك اللي انت قمت بالنسبه ليه؟ طب ما تيجي تشوف الدول الثانيه، بص لامريكا، بص بالنسبه لتركيا، بص للناس، شوف حقوق الانسان هناك عامله ازاي. تمام، مع المستشار هرجع لك، ولكن هنرجع للمهندس عبد الصمد سليمان. كيف رأيت التصعيد الأخير من البرلمان الأوروبي ضد مصر؟ زي ما قلت الحقيقة دي مؤامرة. المؤامرة دي بقى لها فترة، يعني مش وليدة النهاردة. طب بمعنى الهدف إيه من المؤامرة؟ مش نظرية المؤامرة اللي الناس يقول لك ده، أنا مش هكلمك عن حاجة اسمها نظرية المؤامرة، لكن الحاصل إن في دولة في الشرق الأوسط الآن عظيمة جدا يقودها رجل عظيم. الدولة دي هي مصر. مصر بقى لها دور محوري، بقى لها مخالب، بقى لها قرار، بقى لها صوت مسموع في العالم. فازاي ان احنا نوقف المارد ده؟ ازاي نوقف ده باتهامه دايما؟ دايما انت ما حد يحاول يعجزك يتهمك، انت عملت وانت سويت وانت. طب اما نيجي نتكلم يا اخي، اي امن قومي لاي بلد؟ لابد ان يعني مصر بنحارب الارهاب. والجماعه بتوع حقوق الانسان دول يعني ايه رايهم في ضحايا الارهاب في مصر؟ ايه رايهم في شهداء مصر؟ ايه رايهم في شهداء العالم العربي كله؟ خد بالك. فالنهارده الناس دي احنا لازم نصحى، وانا بخاطب المجلس النواب المصري النهارده ان زي ما كان في السابق بيخرج متخصصين، نواب متخصصين قادرين فاهمين على في زيارات للبرلمان الاوروبي وغير الاوروبي اللي ينقلوا ان احنا في مصر عيشتنا ازاي، احنا ازاي بنقبض على حد. اما يقول لك ان احنا عندنا 600,000 معتقل عشان الراي، طب يجيبوا اسم 600 هم. طب اما بيتكلم على الرقم ده، وعندك في تركيا 700,000 مش 600، بقى هم عارفين، هم معلنين بالاسم. مفيش حد يجيب سيره الحاجات دي ليه؟ طب فرنسا نفسها لما حصل الارهاب في واحد ولا اثنين وثلاثه مش عندنا بتكون كل يوم، واخد بالك، عملوا ايه؟ وقال لك مفيش حاجه اسمها حريه ولا حقوق انسان في مقابل امن فرنسا. واظن رئيس الوزراء السابق بتاع بريطانيا برضو كان له نفس التعبير ده، قال مفيش حاجة اسمها حقوق الإنسان ولا حريات ولا ديمقراطية طالما أمن بلدي هيتهد. فإن احنا عندنا الرئيس زي ما قال لهم أنا عندي 100 مليون، أنا بحافظ على حياة وأرواح 100 مليون، بحافظ على أمن بلد فيها 100 مليون بني آدم، مش هستنى دعاوى موتورة أو يعني قاصدين منها خراب البلد دي، ولكن مش هتخرب البلد والعالم كله صاحي وعارف ايه اللي بيحصل. وطبعا ليا مقوله، لولا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخربت مصر. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بمصر وبشعبها الى بر الامان حرفيا، ونجى مصر من شر جماعه الاخوان الارهابيه ومن شر وسوء هذه الجماعه التي كادت حرفيا ان تهلك مصر ومؤسساتها. هو بس انا عايز اقول حاجه، اضيف اضافه صغيره. اتفضل. بالنسبه لروجيني اللي زعلان عليه ايطاليا. روجيني ده كان جاي يعمل حاجه في مصر، بيعمل دراسه ماستر او في النقابات. ومين اللي اقترح عليه ده؟ السيده مها الاخوانيه. قالت له اعمل مجالك، اعمل دراستك وانا هشرف عليك
في النقابات عشان يتغلغل هذا الشاب. ده كان دور مخابراتي بقى، ما كانش دور دراسة، بالاتفاق مع مها اللي هي كانت بتدرس عليها واللي هي اخته، الكلام ده ثابت. اللي هي مها ديت اللي هي لها انتماء لجماعة مسلمين. الاخوان الارهابية. الارهابية. اصل جماعة الاخوان الارهابية الاسلام منهم براء ولا يعني اي صلة لهم بالمسلمين. هكمل على كلمة الباشمهندس ان هو الرئيس بيقول ان انا بحافظ على 100 مليون. الكلام ده حقيقي. تعال نبص بالنسبة لجائحة كورونا، بالنسبة للفترة اللي فاتت مفيش دولة في العالم عملت اللي عملته مصر. صحيح. انشأت مستشفيات، عقمت الطرق، عملت صرح كامل بالنسبة للأطباء على أساس أنها يحافظ على شعبه. الكلام ده ما حصلش بره. بره حصلت مجاعات في ظل جائحة كورونا دي. احنا بالعكس في ظل جائحة كورونا كانت البلد واقفة على حيلها، ماشية كويس، قاعدين في بيوتنا، ولكن كل حاجة بتدار كأن احنا نازلين بالظبط وموجودين. فهو فعلا حافظ على 100 مليون في خلال الفترة دي. كحقوق انسان بالنسبة لي هي يعتبر في المقام الاول بالنسبة لاهتماماته. طيب لماذا لم يقم البرلمان الاوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الانسان في تركيا على سبيل المثال؟ وطبعا سيادة المهندس اتكلم ان فيه 700,000 معتقل وموثقين بالاسماء. يعني لم يقم البرلمان الاوروبي بإدانة انتهاكات الحقوق الانسان عشان في تركيا بيوكال راعية للارهاب، عشان بيوكال بمكيالين. يعني هو دلوقتي نسي اللي بيحصل في تركيا بالكامل، نسي اللي حصل من تركيا لشمال سوريا لشمال سوريا. طب ما يشوف الانتهاكات اللي حصلت، يشوف هناك اللي يعتبر بالنسبة للمظاهرات الأخرانية دي بتاعت أردوغان. طب ما ده الشرطة سحلت ناس، ده هو عنده معتقلات غير مفتوحة أساسا، حقوق الإنسان عندهم شبه أنها معدومة بالنسبة لمصر. فالنهاردة هو بيوكال بمكيالين. انت بتبص للبلد، هو حط عينه هنا هو على اساس ان هو يعني بيضيع سمعة، بينتهك بلد بالنسبة للحقوق بتاعت الانسان. والكلام ده برضو بيعتمد فيه على منظمات مشبوهة، تقارير مشبوهة. انزل بنفسك شوف الموضوع، شوف السجون. طب ما احنا عندنا في السجون يعتبر الاخوان ذات نفسهم. طب ما النهارده بيتعاملوا كويس جوه لغايه المحاكمات بتاعتهم. حصل النهارده لا بنعذب واحد ولا بنعمل واحد. شاهدنا محمود عزت طالع يعني بكامل، طالع براونك في قمه الادب والاحترام الذين يعني ايه بالنسبه للمعامله معاه. طب انا بطبيعه الحال لو انا بنتهك حقوق الانسان، طب ما انا كنت اشوف الجماعه دول اللي كان هيضيع بلد بحالها. انما بالعكس بعامله زيه زي اي سجين. النهارده مفيش الكلام ده. انما تركيا طبعا هي الراعي الرسمي زي ما انت قلت بالنسبه للارهاب. مع المهندس اتفضل. من هم اعضاء البرلمان الاوروبي بقى اللي عاملين القلق ده؟ يعني هم ايه؟ البرلمان الاوروبي مكون من 685 عضو. دايما حتى احنا هنا مثلا البرلمان العربي في مصر، فاحنا بنبعت مثلا بيمثلنا 2 3 4. فتصادف بقى ان البرلمان الاوروبي ده اغلب تكوينه او مكونه الاساسي من اليساريين في الاتحاد الاوروبي، وبعض احزاب ما يسمى بحزب الخضر. فتكوين البرلمان ده لما حتى صوت على القصه دي نصه تقريبا، يعني ما كانش اغلبيه ساحقه، ده كان يعني اظن حوالي 400 واحد اللي قالوا ايوه. وحتى في الاخر ايوه بتاعتهم دي قالوا ايه؟ يعني التوصيه الاخرانيه، قالوا وتبلغ مصر بهذا القرار، واخد بالك؟ وبعتوه للمفوضيه الاوروبيه للعلم، يعني هذا القرار غير ملزم وغير مؤثر. زي بس احنا الابواق الاعلام المشبوه، الاعلام اللي ضد مصر وضد المصريين وضد الجيش والشرطه وضد الرئيس المصري البطل، بيكبر لك الموضوع ده خالص. وانا شايف ان احنا ومقتنع يعني ان احنا عندنا دوله زي ما قلت فيها قانون، حتى القانون ده فيه اجراءات حتى في اجراءات الضبط، اجراءات القبض على ما تشوف منظمات المجتمع المدني الموجوده النهارده اللي وصلت بالالاف في مصر،
وريني حد في منظمة من منظمات المجتمع المدني حد قال له أنت بتقول إيه؟ حد وريني أي، أنا بقول على الهوى، أي حد في العالم، أنا بأناشد العالم، اللي شاف واحد بس من منظمات المجتمع المدني في مصر اللي يفوق الـ4000 إنه قال كلمة واحدة وحوسب عليها، والله ما حصل حتى وقتنا هذا. لكن ما تجيش تقول لي واحد بيخطط لخراب البلد ولا العمل الارهابي وجيت خدته وانا حطبطب عليه، استنى ما طب انت يعني هم بيعملوا كده في امريكا، بيعملوا كده في اوروبا، بيعملوا كده في اي دوله في العالم؟ لا، ولا احنا لازم نحافظ على امن مصر لازم، وعلى الشعب طيب المصري. ست المهندس، لماذا يتدخلون في الشان المصري وشان القضاء المصري؟ انت دخلت في انا قلت لك فيما بعد ما يسمى او ما يسمى انا مسميه الخراب العربي 25 يناير، وازاي مصر بفضل الله وان ربنا يبعت لنا راجل يقود مصر بشخصيه قدريه استطاعت ان تعبر بمصر الى بر الامان بجد، راجل حط روحه على كفه وخرجت مصر كلها. اول مره تشوف في حياتك في العالم يعني 33 مليون مصري يبقوا في الشارع في وقت واحد بيرفضوا حكم سابق وبيقفوا ورا رئيس استطاع هذا الرئيس ان هو يسلح مصر، يطور مصر، يبني مصر. فالمارد ده قام، فمصر لما بتقوم بيعملوا لها 1000 حساب. فالمغرضين من في الاتحاد الاوروبي وغير الاتحاد الاوروبي، المغرضين من الرجعيه وال والقنوات اللي هي اللي زي الجزيره والقنوات اللي جايه من تركيا، كلهم مش شايفين ان ده انجاز، فعايزين يقولوا لا ده انت ده عايزين يشوهوه باي شكل. لكن ان شاء الله مصر اللي مش هتشوه ابدا، ولا رئيس مصر ولا جيش مصر ولا شرطه مصر ولا الشعب المصري، وقادرين باذن الله على دحر النوعيات دي اللي هتهاجمنا، ومش اخر مره هيهاجمونا. سيادة المستشار، الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اهتمت بحقوق الإنسان من خلال تطوير العشوائيات والإفراج عن الغارمات، فلماذا لم يتم الإشادة بهذه الأمور؟ عشان بيسوقوا سمعة مصر. هم ما أشدوش بالكلام ده بالنسبة للبرلمان الأوروبي، في حين أن احنا زي ما أنا قلت لحضرتك كده، هو طور عشوائيات بالنسبة للبلد بحالها، اهتم بيها ابتداء من أسوان لإسكندرية من شرقها وغربها. تعال اتفرج النهارده بالنسبه للعشوائيات شبه انها اتمحت، حتى العشوائيات اللي موجوده النهارده احنا بنحاول نطور منها على قد ما نقدر، كتطوير بالنسبه للاماكن، كتطوير بالنسبه للبنيه التحتيه، كتطوير بالنسبه للمرافق. النهارده نقله حضاريه بالنسبه للمباني في مصر، هو بيحافظ على 100 مليون مصري زي ما احنا قلنا قبل كده، من خلاله هو بالنسبه يعني حقوق الانسان بالنسبه للغارمات والغارمين. النهارده افرج عن السجون، النهارده ما فيش في السجون غير اللي هو عليه حكم قضائي. صحيح. حكم قضائي مستوجب التنفيذ بالنسبه لي، اما بالنسبه للغارمين والغرامات ما هو كل ده خلاص خرج بره السجون، معامله زي ما بنقول ان هو ما بيفرقش ما بين اخواني وعدم اخواني بالنسبه لمعاملته في السجن، ما ده برضه بيدل على ان حقوق الانسان عندنا على اعلى مستوى. بالنسبه للجيش، هو النهارده عمل جيش قوي جدا، طور جيش فوق ما تتخيل، بقينا في تعداد الاوائل بالنسبه لجيوش العالم. بالنسبه للبتاع دول للبحريه، البحريه يعتبر احنا بقينا الخامس تقريبا بالنسبه للعالم ككل، بالنسبه يعني للفرطاقات والحاجات اللي جت من بره. نقول يعني لم يتم الاشاده بهذه الامور، ما تمش او الاشاده بالكلام ده، لا بيتم بالسلبيات فقط لا غير، السلبيات فقط من اجل التشويه ومن اجل اشعال الفتن واسقاط هذه الدوله بس بعينهم. خلينا احنا ايه نتكلم بصراحه، وزي ما قلنا حضرتك قبل كده ان لا يمثل البرلمان الاوروبي، لا يمثل الاتحاد الاوروبي. زي ما برضو الباشمهندس كان بيتكلم، الرئيس كان في فرنسا من نمت كام يوم، شوف الاستقبال اللي اتعمل، استقبال اتعمل لرئيس ما اتعملش في خلال الفترة، وتم تكريمه بوسام أعلى يعني تكريم في يعني فرنسا، يعني استقبال حافل فوق ما تتخيل. دي دليل على ان مصر ورئيسها وجيشها ودولتها بقت كل دي من تعداد الدول اللي هي اللي تتعمل لها قيمه بالنسبه للمنطقه العربيه بالكامل كلها. صحيح.
هرجع لحضرتك مع المهندس. البعض يتساءل أين دور الهيئة العامة للاستعلامات من توضيح الصورة الحقيقية، فما تعليق حضرتك على ذلك؟ والله الدور مش قوي يعني، ولكن أنا شايف إن 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 منظمات المجتمع المدني، كل الناس اللي بيشعروا بالحرية والعزة والكرامة في مصر وقادرين على إن هم يعبروا عن ده في وسائل الإعلام أو غيره، فيوصلوا للعالم أجمع إن إحنا عندنا هنا الكلام ده مش مالوش أي مجال ولا مكان. زي ما قلت لك مالوش في الورد عيب الأحمر الخدين. أيوة، واخد بالك؟ تمام. فالناس دي عايزين يطلعوا أي عيب فينا. إحنا الهيئة العامة للاستعلامات بصراحة ما كانتش موفقة لغاية دلوقتي، أنا شايف إن ما كانش فيه توفيق في الرد على هذه الاتهامات الباطلة. وأنا بعول على، مش على الهيئة العامة للاستعلامات بقى، على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إن هم يقوموا بدورهم في الفترة اللي جاية. لأن أنت كمان لو أيام الدكتور فتح سرور، وأنا يمكن في ناس تزعل مني لو أنا قلت، لكن في كان لنا موجود في البرلمان الأوروبي وكان لنا صوت وكنا بنقول وكنا بنتسمع، لأن كان في حد بيعرض صح، حد موجود بيتكلم بشكل يوضح إيه البلد دي شغالة إزاي. فإن إحنا محتاجين الدور ده، دور برلماني، وبرضه يعاد صياغة رد الهيئة العامة للاستعلامات. نصحى بقى ونفوق، لأن إحنا عندنا بلد محترمة لازم نعبر عنها، عندنا شعب محترم لازم نعبر عنه، عندنا سلوك حضاري قديم ومتواصلين بيه لغاية النهاردة، عايزين حد برضه يعبر عنه، وعندنا جيش قوي من أقوى الجيوش عايزين نعبر عنه. أنا مش عايز بس أتكلم في سبق الجيش، لأن حتى الموضوع ده، هم إيطاليا لما منعت عنا قطع غيار الـ F-16 عشان تضغط علينا في شرق المتوسط، عشان تعجزنا في ليبيا، كان عمل ايه الرئيس؟ ما جاب الرفال الفرنسيه وجاب قطع غيار من 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 اماكن ثانيه للاف 16، وخلى مصر كلمتها العليا في شرق المتوسط في ليبيا. فالمساله احنا اللي لازم نعبر بقى عن نفسنا، نعبر عن كياننا، نعبر عن بلدنا، عن رئيسنا وعن جيشنا زي حضرتك ما قلت، وعن تاريخنا اللي العالم كله عايشه واللي العالم كله عارفه قيمة مصر والمصريين. مع المستشار، هل نجد ردا من البرلمان المصري تجاه البرلمان الأوروبي؟ أكيد طبعا. البرلمان المصري أعلن رفضه تماما عن ما تم جملة وتفصيلا بالنسبة للي صدر منه، لأن لا يمثل شيء بالنسبة لنا. النهاردة الرأي بتاعك ده رأي، احنا بنعتبر انه ده رأي فردي، مش رأي جماعي أو رأي عالمي، ده مش مجموعة شعوب، ده رأي برلمان واحد فقط لا غير. وسبق ان احنا قلنا ان هو مبني على علاقات، أو مبني على يعني على حاجات مشبوهة من منظمات حقوقية ليس لها الحق في الكلام ده. فطبعا احنا بنرفض الكلام ده من بدايته، هو غير معني اساسا لانه يقول رايه بالنسبه لحاجه زي دي. يكون ان انت قلت رايك احنا لا يمثل اي صفه بالنسبه لنا، ولا يمثلنا اساسا بالنسبه للاتحاد الاوروبي شيء. بصفه عامه لا يمثلنا بالنسبه لشيء. ده الاتحاد الاتحاد الاوروبي نفسه قالوا ان هذا القرار اسيء صياغته، قالوا كده بالظبط، أسيء أيوة صياغته، وإن احتياج الاتحاد الأوروبي لمصر أكبر من احتياج مصر من الاتحاد الأوروبي، وأشاروا للهجرة غير الشرعية، وأشاروا لأن حقد الصد ضد الإرهاب اللي هو رايح لأوروبا، أشاروا ده الاتحاد الأوروبي نفسه أشار بكده. فاللازم الناس تفهموا أن هناك فرق بين الاتحاد الاوروبي وبين البرلمان، اللي هو عباره عن، انا بعتبره منظمه من منظمات المجتمع المدني، اللي هي بتتكلم يمين وشمال وبتنادي يعتبر راي فردي. ما لوش علاقه بالنسبه للاتحاد. اتفضل حضرتك. انا اسف. سياده المهندس، ما راي حضرتك في البرلمان القادم وكيف تراه؟ عايزين نتكلم بشكل موضوعي في هذا الباب. والله انا يعني مش عايز انصب نفسي
بدي حكم مطلق على ناس يمكن يكون أفضل مني واخد بالك، لكن أنا كمواطن مصري متابع للأحداث في الانتخابات يعني أشبه بعض الشكوك، ولكن عندي نائب في نواب ما كانش حد يقول ان دول يطلعوا بنواب خالص، وكانوا من عامة الشعب ومن الناس الغلابة في الشعب المصري وما يطلق عليهم نواب الغلابة. النهارده هم موجودين في ونجحوا في الانتخابات، وانا مش عايز احدد اسامي بره، يمكن الجيزة في محافظات عديدة انا اعرفها ناس كتير نجحت، ناس كتير تفوقت، ناس كتير بقت في المقدمة. ايضا احنا ما عندناش بقى ان النهارده عندنا البرلمان بغرفتين اللي هو النواب والشيوخ، لان احنا ما عندناش الرفاهيه بتاعت انت شايف الهجوم علينا من كل حته يعني. فبالتالي ان احنا معرضين لخطر من في ليبيا في معرضين لحرب، معرضين لنظره سد النهضه وما يحدث في افريقيا والضرر وقطع المياه عننا. فبالتالي لابد من برلمان فاهم متفهم يفهم قضايا الوطن، قضايا الحدوديه بتاعت مصر، قضايا اللي هي مصر محتاجه القرار، مش محتاجه رفاهيه بقى ايه ان انا عكسك وتعاكسني، لكن احنا كلنا مصريين وربنا يوفقهم، لان احنا لسه ما شفناش منهم حاجه. البرلمان المصري ان كان دول لسه ادائهم ما وصلناش، لكن نتمنى لهم التوفيق كلهم يعني. تمام. معالي المستشار، كيف ترى حقوق الانسان في مصر وردك على الشائعات التي تدور حولها؟ ولكن هنجاوب على السؤال ده بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأجدد الترحيب بضيوفي الكرام المستشار أشرف حليم مليك وسيادة المهندس عبد الباسط سليمان عبد الصمد سليمان عفوا. كنا قبل الفاصل بسأل حضرتك عن ما رأي حضرتك في البرلمان القادم وكيف تراه، ده سيادة المهندس. وسألنا كيف ترى حقوق الإنسان في مصر وردك على الشائعات التي تدور حوله. بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر، في عهد الرئيس السيسي بتدار على أعلى مستوى كحقوق كل فرد موجود في الدولة. هو النهاردة بيرعى كل فرد موجود في الدولة كابنه، كأخته، بالنسبة للمرأة كأخته، بالنسبة للطفل اللي هو بيتولد من جديد لغاية النهاردة هو عامل حسابه لمية سنة لقدام تاني. نيجي نبص مثلا بالنسبة لوزارة الصحة، نزلت الحملات اللي هي بتاعت مليون صحة، 100 مليون صحة النهارده بالنسبه للامراض المزمنه بتلف في مصر كلها، تواجد في الشارع ما زالت ليها تواجد لغايه النهارده في كل حته، بتلف بالقوافل بتاعتها ابتداء من اسوان لاسكندريه ومن الوادي لغايه من شرقها الغربة، على اساس انها تعالج الناس، على اساس انها توعيهم، على اساس انها متواجده في وسط الشعب. ده بالنسبه حال الانسان هو مديهوله بالنسبه لوزاره الصحه. تمام. سياده المهندس، معلش طيب. الوقت طيب. بشكل مختصر وهرجع لحضرتك. انجازات ومشروعات الرئيس السيسي لا ينكرها الا جاحد، ويا ريت نتكلم عنها بشكل موضوعي ولكن يعني في عجاله. في عجاله والله. انا عندما نتحدث عن سياده الرئيس، انا شايف ان احنا او اقل بكتير من احنا نتابع من سرعه الانجازات وكميه الانجازات، ان انا عشان في دقائق احصر لك ماذا فعل الرجل بنا وبمصر. الرجل يكفي اعادته لامن المصريين، يكفي اعادته لقيمه مصر الدوليه،
يكفي ان الراجل ده مهموم بكل مصري، مهموم بقضايا مصر، مهموم بقضايا الأمة العربية والمصرية. لما أنا أجي أحدد لك ما حدث في الشارع المصري من في طرق وإنجازات وتسليح هذا الكلام أنا ما أحبش أكرره، لأن الناس كل العالم شايف، كل أتفكر الناس مش شايف، العالم مش شايفنا، العالم شايفنا كويس وشايف مصر وضعها إيه، وإلا ما كانتش علينا الحرب دي. ولا ينكر ذلك إلا جاحد. ما كانش هيبقى علينا الحرب اللي أنت شايفها من البرلمان الأوروبي وغيره وغيره، والناس اللي هم شغالين دول بالإشاعات وكلام من ده. لولا هو دايما بينتقد مين في عموما في حياتنا الشخصية، حد ينتقد الناجح، ينتقد اللي بيبني، ينتقد اللي بيعمل، وإنما واحد ما بيعملش حاجة مش حد بيقول ده محدش بيوصله. يعني لسيادة الداني نصيحة مقدمة من حضرتك للشعب المصري ولكن في ثواني معدودة، إن هو ما يرميش ودنه للشائعات، وإن مصر محفوظة من الأزل، وإن هي منقادة تحت ظل الرئيس السيسي بالنسبة لكل شيء، محافظ على كل حاجة بالنسبة ليها. وتحيا مصر، نرميش ودننا لبرة وتحيا مصر، ومصر هي أولا وأخيرا. نصيحة مقدمة مع الباشا الشعب المصري، ما هو لازم انت ما نحب البلد دي، نحب البلد، نحب البلد وننتمي ليها اكيد، ونخاف على بعض ونبقى راجل واحد، هنبقى احسن بلد في الدنيا. احبائي المشاهدين والمشاهدات، في نهايه حلقتي بقول محدش يسمع للشائعات، ومحدش يسمع للكلام الذي يروج اللي هو الهدف منه اسقاط هذه الدوله، ومش هيحصل ابدا. جماعة الإخوان الإرهابية تبس سمها في العسل كما يقولون، ويروجون الإشاعات ليل نهار من أجل الفتنة بين الشعب المصري وإسقاط هذه الدولة ومؤسساتها. كل ما يدور حول مصر من شائعات، وكل ما يدور حول مصر من كذب وتدليس على الحكومة وعلى القيادة الحكيمة، قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل هذا ما هو إلا تدليس وكذب، الهدف منه هو إسقاط هذه الدولة، ومش هيحصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظ مصر وذكرها في القرآن وقال لك إيه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في نهاية لقائي لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة المستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي والاستراتيجي وعضو لجنة الاتصال السياسي بالمركز العربي الأفريقي للدراسات. شكرا جزيلا على حضور حضرتك معنا. ولا يسعني برضو إلا أن أتقدم بخالص الشكر لمعاليك المهندس عبد الصمد سليمان، الباحث في الشؤون العربية والدولية. أحبائي المشاهدين، إلى هنا وصلت نهاية هذه الحلقة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن قدر الله لي البقاء في الدنيا واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.